طيب الله اوقاتكم بالخير والمحبه، واهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في جوله جديده من برنامج جوله مراسل. اليوم جولتنا راح تكون زياره الى المطبخ واهتمامات من ضيفتنا بالمعجنات، وايضا لديها اهتمامات اخرى. ابقوا ويانا لمزيد من التفاصيل. بداية أني أحب دائماً بدورات أشارك بمنظمات بأي شيء تطوعي أني أشارك به، فمن ضمن هاي المشاركات يعني شوية صارت عندي خبرة بمشاريع المنظمات والأعمال التطوعية، أعمال الخيرية، المنتدات وهيك شغلات يعني. فشاركت بأكثر من منظمة، وأستاذ حسن هو رئيس اللجنة، أنا حالياً أنتمي للجنة السلام المحلية التابعة للملتقى. فأستاذ حسن رئيس اللجنة وهو مدير الناحية هو اللي يعني اقترح انه اني انضم لهاي اللجنة، واني العنصر الوحيد اللي امثل هذا. والله احنا عملنا يقتصر فقط على التماسك الاجتماعي، يعني مثلا اذا جت منظمة وعقدت ويانا مدة العقد سنة او سنتين 9 شهور هيك يعني، حسب المنظمة هاي الداعمة شنو، هاي الداعمة والمانحة شو تنطي يعني سلات غذائية، تنطي فقط يعني معلومات ومشاريع أو التماسك الاجتماعي وهالشغلات، أو تنطي دعم مادي معنوي حسب يعني. اهتماماتي اشتغلت بمختبر، اشتغلت حاليا هسه جاي اتدرب بصيدلية، يعني صار لي تقريبا شهر يعني عندي اهتمام بالجانب الطبي لانه انا علوم بيولوجي، وحاليا جاي اشتغل بسنتر ليزر ويا دكتور عبد الله. واهتمامي اللي هو كهواية يعني ما مستخدمته، انه يعني صح اني اجهز طلبيات وصح أبيع على الفيس، بس رغم هذا أنه أنا مستخدم الفيس يعني هذا المشروع مخليته بس كهواية أمارسه، المعجنات والحلويات والكيك. يعني مرات زين مرات مجزين حسن. واجهت صعوبات خلال هذا العمل؟ أي والله واجهت صعوبات كلش هواية، يعني من أقرب الناس إلي يعني من أقاربي والله عيب بشون أنت تشتغلين، يعني أنا أهلي الحمد لله متمكنين وموظفين، يعني اخواني وابوي يعني موظفين، فهم شي يعتبرونها انه اني محتاجه واشتغل، لانه انا وزوجي يعني تخرجنا جديد فيقولون انه انت محتاجه وتشتغلين. هي مو قصه انه انا محتاجه، ما عندي شي انا بالبيت، لا عندي اطفال لها، يعني اقدر اخذ هذا الوقت الزايد اللي عندي بشي استثمره بشي بفايده. فهو يعني قالوا لي، والنوب انا مخليه صورتي ومخليه اسمي، يعني هذا انتقاد جاني بعد اكثر انه ابوك مستقبلا ما راح يقبل ابوك، وبالعكس ابويا اول الناس اللي يدعمني، يعني اهلي عائلتي من ابويا وزوجي واخواني واخواتي وامي، يعني كلهم الحمد لله يعني يشجعوني بهذا المجال. زين اكو هوايه بنات مثلك عندهن هاي الهوايه والممارسه او غير يعني غير افكار اللي تحب تسوي ازياء وغيرها والمعجنات، شو تنصحيهم ذولا رغم انهم عندهم تخوف من المجتمع؟ والله هذا الشيء ما يقتصر لا على الشهاده ولا يقتصر على انه عندها امكانيه او لا، شغلات بسيطه تجيبها، خاصه الادوات يعني الاعمال اليدويه عفوا، يعني هاي شغلات بسيطه بدل ما هي تروح تذبها تستخدمها بشيء يعني يفيدها. يعني انا اعرف هواية صديقاتي يشتغلون اعمال يدويه بعد يعني احسن من شغلي، وجاي يستثمرونه وجاي ما شاء الله يفتحون مشاريع كلش كبيره، وشوي شوي يعني على التجربه خبرتهم تتطور اكثر، شغلهم يصير بعد احسن. العمل الإضافي يعني غير منظمات المجتمع المدني والصيدلية وغيرها، ممكن تشرح لنا على التفاصيل اللي تسويها بالمعجنات؟ إضافة لهذا العمل اللي ذكرناه قبل شوية
من هوايتي المعجنات والحلويات. أكو كيك بارد اللي مثل تشيز كيك، وأكو حلويات باردة، أكو كيك مناسبات، أكو كيك عادي، أكو كيك إسفنجي، كيك إنجليزي، كيك ياباني، يعني هواية أنواع من الكيك. يعني اللي يجي يطلب أنا لو أقترح له، لو هو يجي يطلب يقول لي مثلاً أنا هاي الأنواع الكيك اللي أريده، يعني هو النوع المحدد اللي أريده، وأسعارها تختلف الطابقين، الكيك الكريم واحد، وحسب الديزاين وحسب مثلاً الطابقين يختلف، حتى لو كريم الطابقين يختلف، العجينة سكر تختلف، الحشوات تختلف. يعني أكو يطلبون حشوات بها مكسرات، يعني أكثر من نوع من المكسرات، مو فقط على التوفي وعلى الفانيلا، يعني حسب الذوق اللي هم يطلبون. زين أكو صور تطبعون صور؟ إيه طباعة صورة. طباعة صورة تكون نوعين، يا أما سكرية صورة سكرية يعني تنكال، يا أما صورة اعتيادية أثناء الكيك، يعني من يردون يقطعونها يشيلوها، أو يقدرون يقطعوها هي من مقطعة يشيلوها يذبوها وما تنكال. وطبعا السكرية تكون أغلى من طباعة الصورة الاعتيادية. احكينا على هاي الترتيبات. الترتيبات اللي هسه سويتها عجينة سكر قالب 25 سنتيمتر، لأن العجينة يعني تعتمد على قياس القالب شيء أكيد. ثلاث كواب طحين، والطحين مخلي عليه يعني ناخلطه، أنا أخليه بكاسة، أنخل كوب طحين وأنخل فوق الكوب بيكنج باودر ضرب واحد، والفانيلا يعني ثلاث كواب طحين وضرب واحد بيكنج باودر، يعني لازم أنخلهم شيء أكيد حتى أطلع الهواء من عتهن، والأكو طحين يعني يجي متكتل به حبيبات. أول شيء أخلي 6 بيضات وفانيلا، وإذا ما أحط فانيلا، هي الفانيلا أحياناً تخلي إذا الطحين مو خوش نوعية تخلي الكيكة تصير سمرة. أكو لا نوعيات زينة، أنا مرات أخلي مرات لا، لأن أنا أعرف يعني عندي معميل واحد أشتري من عنده، فأعرف نوعية الطحين اللي عندي مضبوطة. ففانيلا ضرب واحد فوق 6 بيضات، ونكهة برتقال أو توفي، هاي نكهتين يطلبوها هواية يحبوها، قطرة واحدة خل أبيض، خاشوقة واحدة، مي يكون فاتر ربع كوب، زيت ما أخلي بها نهائيا، ومحسن كيك هذا الجل الشفاف لازم خاشوقة أكل بس كبيرة، يعني أمليها يعني عدال خاشوقتين أو خاشوقتين ونص، وخاشوقة أكل نشا باودر. انه هذا المشروع يعني واحد يقدر يحتاج من عنده، اذا مثلا النساء قاومت وواجهت المجتمع مثل ما انت سويتي وسويت لها مشروع، تقدر يعني تعيش من عنده، بس مو انه هي تفتح بيت كامل بس على هذا المشروع، اذا كانت عندها جوانب مختلفه مو فقط كيك، يعني معجنات، ميني بيتزا، لحمه بعجين، اكلات. يعني انا اعرف هوايه يعني نسوان شغلهم احسن من شغلي وفاتحين بيت بهذا مشروعهم، وهذا الشيء كلش حلو. يعني اللي موظفات بدل ما تروح تشتري من المطاعم تتفق ويا وحده تجهز لها دائما. انا ما عندي يعني زبائن محددين يطلبون مني على طول، يعني كل مره يجيني اشخاص مختلفين، واكثر شيء يطلبون من عندي معجنات وحلويات، يعني شيء قليل يطلبون اكلات وهيك شغلات. يعني تقدر المره اذا تشد حيلها وتطور شغلها، يعني تعتمد انه من تجرب انت مره ثاني مره ترجع النوب تطلب، يعني تسوي لها زبائن محددين وتسوي شغلها تفتح بيه. We'll be right back.
سؤالتي انه بما انت مجال منظمات مجتمع مدني، متفقين انت وعدد من النساء تفتحون معمل للمعجنات كوادر نسائيه؟ ما مفكرة هيجي شيء يعني، والله اجاني يعني اجاني هواية عروض على هذا الشيء، بس انا ما مفكرة بيه يعني لين عندي بعد، يعني هاي مخليتها بس كهواية جانبية، عندي بعد هواية شغلات اريد ان شاء الله اسويها مستقبلا، اكمل دراسات عليا يعني، بعد هاي مشروع الكيك مخليتها بالاخر. طفي هذا، احكينا على الجانب الدراسي، يمكن طفينا احتمال يخرب يعني. لا لا ما يخرب عادي. آه. الجانب الدراسي وين وصلتي بيه وشنو والله أنا حالياً تخرجت دفعة 2020، أحلى دفعة، لا حفلة ولا إشي، فتخرجت بكالوريوس علوم صرفاء علوم بيولوجي علوم حياة القسم مادي، وحالياً يعني بس كملت بكالوريوس، وإن شاء الله أطمح للماستر وللدكتوراه، إن شاء الله أحقق حلمي. رسالة أخيرة كلمة توجيهها للبنات الشابات، شو يسوي؟ والله رسالتي الأخيرة إنه شنو عندكم طاقات، شنو عندكم أحلام تمشون عليها، حتى لو ما تلقون، أنا الحمد لله لقيت منه يساندني، حتى لو وحدة ما تلقى أحد يشجعها أو يساندها، هي تقدر تشجع نفسها، وهاي الشغلة لا تحتاج خبرة قليلة، أصلاً أنا طورت خبرتي يعني عندي صح هواية بهيك شيء، طورتها على اليوتيوب على الإنترنت، كلها دخلت فيديوهات ومقاطع وتعلمت شوية شوية طورت مهنتي، لا دخلت دورة ولا بها شهادة، يعني ما يحتاج لا إنه تقرأ وتكتب ولا هاي. يعني اكو لا يقولون انت مو انت درستي وانت واصله وعندك زبائن ومعارف على متاهي، لا ما يحتاج لها، حتى لو هي ما تعرف اي حد تقدر تطور خبرتها وتستغل موهبتها، مو بس بالمعجنات يعني، قلت لك بالاعمال اليدويه بالخياطه بهوايه مجالات، باعمال الصالون بهوايه شغلات تقدر تطور يعني خبرتها. من هذا المطبخ الصغير يستمر الإبداع مع أحلام رواء التي لا تنتهي. إلى هنا نأتي إلى ختام جولة مراسل، نلتقيكم في حلقات أخرى، كل التوفيق رواء. شكرا. شكرا.